السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ضيف جديد معانا النهاردة، الجزء الثاني من امرأة ما ينفعش انك تتجوزها خالص، او لو اتجوزتها هتخلي عشتك مرار وسواد. هي مقالة للدكتور ابراهيم الفقي رحمة الله عليه، يمكن كلنا قرأناها بالصدفة على الفيسبوك. بتقول ان الست العنيدة هي افشل ست في الجواز، حتى في علاقتها مع اقرب الناس ليها حتى قرايبها، وان اكتر ست فاشلة في الجواز هي الست اللي ما عندهاش مرونة في التعامل او حتى ذكاء عاطفي في العلاقة، لانها دايما هتخش في خناق مع اللي قدامها علشان خاطر تثبت ان هي الاقوى في الحوار، وهي في الحقيقة فاشلة في التعامل مع اللي قدامها حتى زوجها. وخلي بالكوا دايما ان الراجل بيلين قصاد الست اللي خاضعة، ودايما بيزيد عناده قصاد زوجته او اخته. الست العنيدة غبية لما تكون مفكرة ان هي اللي ما تقف قصاد الريح بقى وكده تبقى هي فازت بالحوار، يا ممكن تكسب الحوار او الموقف اللي هي كانت مفكرة نفسها ان هي كده خلاص هتبقى طب فيه، لكن في الحقيقة هي كسبت موقف لكن خسرت قصاده اضعاف المواقف، ويمكن خسرت كمان قصاده قلب كان بيحبها، والبيت هيتدمر بالاطفال اللي فيه. وفي روايات كتير وحكم كتير بتمدح الست اللي بتلين في المواقف والودوده شويه. الست اللي بتعدي المواقف هي ست حكيمه وعاقله، وبتعرف ازاي تكسب اللي قدامها، وخلاص هو موقف وعدى، وبتعرف ازاي انها تعدي بعده كم موقف زيه. الست العنيده اللي بتتمسك برايها وان انا اكسب وانت لازم تخسر، لكن في الحقيقه هي بتدمر نفسها قبل ما تدمر اللي قدامها او البيت اللي هي عايشه فيه، وتقلبها لنا مناحه بقى، وتفضل تتوجع وتفقع علينا مرارتنا بقى. كان في دايما حكمه بتتقال من العرب زمان للست اللي هتتجوز: كوني له امه يكن لك كل شيء تريديه. الرجل طيب وكريم وحليم بطبعه، لكن الست اللي بتحوله لاشد عدو الاعداء عدوا. ممكن تبطلي عناد شويه، وطبعا اللي عندي كتر جدا في المجتمع اللي احنا عايشينه، منتشر بكميه كبيره جدا جدا جدا، نسبه الطلاق كتر جدا جدا جدا، والارامل كمان معاهم بسبب العناد. زي ما حبيبك المصطفى قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه، والزوجه الصالحه لازم تشيل من قاموسها صفه العناد. بطلي عند لو سمحت. والست العنيده بتبقى في المرتبه الاولى في افشل زوجه في العالم، سواء في العلاقات العاطفيه او العلاقات الاجتماعيه، عشان كده هي بتكون افشل واحده في حوار الزواج ده. وطبعا مع كثره السوشيال ميديا اللي موجوده، العند بيزيد وبيزداد. بطل عند لو سمحتي، عشان كده العند والكبر بقى موجود بنسبه كبيره في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء من العيال اللي قد كده من اول 15 سنه لحد الى ما لا نهايه. بطل عند، اقسم بالله العلي العظيم الراجل ما بيتعاندش، العند يولد الكفر واعظم كفر. الراجل بيلين قصاد الست الخاضعه، خاضعه مش ضعيفه، خاضعه يعني بتسمع الكلام، ويجب عليها ان تخاف الا يقيم حدود الله، وما تجربيش انك تسالي على حاجه هو حذرك منها قبل كده، وما تساليش عن حاجه هتضرك، ولا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسؤكم، صدق الله العظيم. عدي يا حبيبتي، عدي ورا ظهرك يا حبيبتي وبطلي عناد. هو انت لو سمعتي الكلام هتتشلي؟ لا لا لا، احنا مش ملايكه، بس احنا ما بنتعاندش برضه. خليكي ست لينه كده وحلوه واموره علشان امورك تعدي. استنونا الجزء الثالث من حلقه شيقه جدا الحوار ده. السلام عليكم. بطل عناد.